ابو حميد مساء الخير. كابتن هاني مساء الخير عليك، منورنا ومشرفنا دايما ودايما مبدع. والنهارده يعني عندنا حاجات كتيره جدا ان شاء الله نلحق نخلصها، لانك محضر حاجات على مستوى النادي الاهلي وعلى مستوى منتخب مصر. طيب على مستوى النادي الاهلي نبدا معاك، ومحضر لنا ايه النهارده؟ في البدايه طبعا مليون مبروك طبعا للنادي الاهلي وجماهيره ومجلس ادارته، البطوله ال 11 بتوقيت النادي الاهلي طبعا يمكن انجاز رياضي تاريخي بكل ما تحمله كلمه جيد. انجاز من معنى طبعا، يمكن انا اقصد المعنى ده بكل تاكيد لسبب بسيط. فالنهارده الاهلي خلال البطوله دي بيحقق ارقام قياسيه، بيبتعد عن اقرب منافسيه لاكثر من الضعف. النهارده الاهلي خلال اخر اربع مواجهات نهائيه بيحقق ثلاثه منها، دي يمكن البعض خلاص اتعود ان البطوله دي بيحصل عليها، بيشوفها انها حاجه سهله. لا، الموضوع مش سهل خالص، الموضوع صعب جدا، الموضوع وراه تنظيم، وراه تمويل، وراه جهد من اللاعبين ومجلس الاداره والمدرب والمديرين الفنيين. فالموضوع احنا بالنسبه لنا يمكن بنشوفه يمكن الى حد ما سهل، عشان الاهلي عودنا ان بنحصل على البطوله، ولكن الموضوع اكتر من كده. فعشان كده كلمه انجاز رياضي هو طبعا انجاز رياضي بكل ما تحمله كلمه من معنى. يعني بص، دايما الواحد وانا برجع بالذاكره كده للسنه اللي فاتت واللي قبليها، ولما النادي الاهلي يعني هيلعب في كاس العالم للانديه، قبل كاس العالم للانديه ما يبدا قلت نفسي النادي الاهلي يقابل ريال مدريد في كاس العالم للانديه، دلوقتي نفسي يقابل النادي الاهلي يقابل المان سيتي. فاكيد كل الطموحات وكل جماهير النادي الاهلي كمان، يعني احنا دايما بنبص لقدام، ستيب فورورد، يعني دايما بنبص وطموحاتنا كبيره جدا. وحضر نفسك بقى، اللي لان هيكون بقى احصائيات كتير جدا من كتر القوه الضعف الاهلي ومان سيتي ان شاء الله في كاس العالم. طيب طبعا. على مستوى الارقام، مشوار النادي الاهلي دكتور احمد مر خلال الفتره اللي فاتت في هذه البطوله بمنحنيات وبعض المطبات، ولكن في النهايه يبقى البطل صاحب الشخصيه. انت شايف من خلال الارقام والاحصائيات ما يميز النادي الاهلي في البطوله الافريقيه او في حصوله على ال 11 او الاميره السمراء زي ما بيقولوا؟ يعني هو طبعا كان في صعوبات، طبعا ده شيء مفرغ منه، لان مش مطلوب مني ان انا خلال دوري ابطال افريقيا ان انا كل ماتش هكسب فيه 3-0 واطلع 4-0. لا، طبيعي جدا ان انا بيقابلني صعوبات، بتعادل ماتش، بخسر ماتش. طيب. فالموضوع ده طبيعي جدا، ما فيهوش اي يعني ما فيهوش اي كومنت عليه، ولكن الحمد لله في النهايه الاهلي قدر يحسم البطوله. وزي ما بنقول ان البطوله دي ليها مذاق خاص نتيجه الصعوبات فعلا اللي قابلت النادي الاهلي. انت النهارده بتقابل نادي الوداد للمره الثانيه اللي خسرت منه خلال البطوله في العام الماضي، بتقابل فريق الوداد على ارضه، دي برضه من ضمن الصعوبات. بتلعب امام الجماهير اللي كانت طبعا الجماهير المغربيه معروفه طبعا بالضغط الكبير قوي على الخصم، ده شيء طبيعي جدا. كل دي صعوبات. اتكلمنا برضه في الصعوبات المهمه جدا على النواحي الفنيه. النواحي الفنيه النهارده انت كنت بتلعب فريق ما دخلش على مرمى اي اهداف، بتتكلم على اقوى خط دفاع في البطوله. فالنهارده احنا بنقول ان النادي الاهلي يمكن اول نادي يحرز هدف على ارض الوداد، طبعا جه من ضربه ثابته، ولكن في الاخر النادي الاهلي اول فريق يعمل الكلام ده. فكل دي صعوبات واجهت النادي الاهلي على حتى على المستوى الفني، ولكن في النهايه برضو بنقول ان قدرنا الحمد لله ان احنا نحصل على البطوله. عشان كده عايزين ندي الجهاز الاداري والجهاز الفني حقهم في النقطه زي دي. لما بنتكلم النهارده على مارسيل كولر، النهارده بيثبت يوم عن الثاني ان هو جدير ان هو يكون المدير الفني للنادي الاهلي. النهارده في اقل من سنه بيحرز اربع بطولات، لو بصينا على البروفايل بتاعه وارقامه مع النادي الاهلي هنلاقي طبعا ان هو خلال السنه لعب معانا 47 مباراه، بنتكلم في اربع مباريات بس اللي اتهزم فيهم منهم مباراتين في كاس العالم للانديه. فاحنا بنتكلم النهارده برضه دي ارقام كلها جيده جدا، بنتكلم حتى على النواحي الهجوميه، بنتكلم احرز 88 هدف، دخل ده معدل هايل طبعا، يعني بنتكلم هجوميا حتى ودفاعيا. احنا بنتكلم في اخر 13 مباراه ما دخلش في الاهلي ولا هدف غير الهدف الاخير في مباراه الوداد. فكل دي طبعا ارقام، واحرز طبعا اربع بطولات، كل دي ارقام عشان لازم نشيد بالمجهود اللي بيعمله مارسيل كولر. اكيد نفس الكلام برضه بالنسبه لمارسيل كولر، لازم نشيد برضه بدور اللاعبين. النهارده احنا بنتكلم على المجهود الكبير اللي بذله اللاعبين. لو جينا بصينا على اكثر اللاعبين مقارنه بجميع اللاعبين في دوري ابطال افريقيا، عندنا هداف البطوله موجود من عندك من النادي الاهلي محمود كهربا. مهم جدا كمان، يعني في بعض الاحيان بيبقى البطل مجرد وصل وارقام لاعبيه بعيده تماما عن التقييم، وصل بشكل مباشر وكسب البطوله، لكن كمان هداف البطوله، صانع اهداف البطوله، المساهمه، كل دوت من جوه النادي الاهلي، ده بيديك انطباع ان احنا اوريدي جوه هذه البطوله بامكانيات عاليه جدا وبجداره، واللقب يعني اكيد كان النادي الاهلي. متفق مع حضرتك في النقطه دي، مهمه جدا. نعم؟ النادي الوداد فعلا وصل للنهائي ما احرزش غير 10 اهداف. طب تعالى انا وانت نبص اهداف البطوله، طبعا محمود كهربا بست اهداف. عندنا برضو صانع اهداف البطوله علي معلول طبعا 7 اهداف. نفس الكلام اكتر اللعيب مساهمه لاهداف البطوله بيرسي تاو، احرز 5 اهداف وصنع 5 بمجموع 10 اهداف. تمام. بنتكلم اكتر لاعب صنع فرص في البطوله كلها عندنا برضو من داخل النادي الاهلي علي معلول 22 فرصه،
نفس الكلام برضو عندنا اكتر اللاعبين تمريرات في البطوله، عندنا علي معلول، محمد عبد المنعم. النقطه الاخيره طبعا دي نقطه مهمه جدا، اكتر شباك نظيفه طبعا عندنا محمد الشناوي 7 مباريات شباك نظيفه، وطبعا الشباك النظيفه دي برضو بيكون بيتضاف اليها الخط الدفاع بالكامل طبعا، ما بيشيلهاش طبعا محمد الشناوي لوحده، ده الشكل الدفاعي بتاع الفريق كله. الحقيقه طبعا انك شباك نظيفه اكيد عندك حارس مرمى قوي جدا، وعندنا حراس مرمى الحقيقه كمان يعني للمستقبل موجودين، مصطفى شوبير وحمزه علاء، عندنا الحمد لله يعني حراس مرمى على اعلى مستوى، والاحصائيات دي بتدل ان فعلا كمان الاهلي الافضل على مستوى البطوله اجماليا في مشوار البطوله اكيد بدون شك. يعني انا يمكن قصدت ان انا اوضح النقطه دي لسبب، بس انا حابب ان احنا نتكلم على الانجاز اللي حصل ونبرز البطوله ليه، لان احنا طبعا احنا عارفين ان قدر النادي الاهلي ان هو النهارده بيحرز البطوله، بعديها بيومين بيبتدي يقفل الملف تماما ويبص على البطوله اللي بعديها، ولكن برضه في نفس الوقت انا حابب ان اللعيبه تحس بانجازهم. لازم النهارده نذكر الكلام ده، لازم نذكر دورهم جوه الملعب، لازم النهارده نحسسهم بالاحتفاليه بالبطوله دي علشان الموضوع عايز اقول لحضرتك ان في انديه الى يومنا هذا من ساعه نشاتها ما جابتش بطوله واحده، فالنهارده انت لما تجيب 11 بطوله دوري ابطال افريقيا لا ده رقم كبير جدا، لازم اللعيبه تحس ان هم فعلا قدروا ان هم يحققوا الانجاز ده، قدروا ان هم يبسطوا جماهيرهم، قدروا ان هم يخلونا نثق فيهم اكتر من كده. ده اكيد، وده يعني بنتكلم عن النادي الاهلي اكبر نادي على مستوى افريقيا، ما شاء الله كل لعيبته على مستوى عالي جدا من الاحترافيه، ونتكلم على المنتخب المصري، المنتخب المصري وصعوده او تاهله رسميا لنهائيات امم افريقيا العام القادم ان شاء الله في يناير. وشفت روي فيتوريا ازاي، او مشوار روي فيتوريا مع المنتخب شفته ازاي، وهنتكلم انا وانت كمان في الرؤيه الفنيه او رؤيه المستقبليه لمنتخب مصر خلال الايام اللي جايه، كمان رؤيتك للمنتخب الاولمبي، وان شاء الله نصعد لاولمبياد لندن اولمبياد باريس 2024. خلينا نبدا بالمنتخب، شفت حتى انت على المستوى الفني مباراتنا امام غينيا ازاي؟ بالنسبه طبعا للمدير الفني روي فيتوريا، هو في اللي هو القبول المبدئي، بمعنى ان هو النهارده خلال اول 6 مباريات محقق جميع المباريات فوز، فاذا هو عنده القدره على زياده الثقه ما بينه وما بين الجمهور المصري، ما بينه وما بين اللعيبه، بحيث النهارده الفوز بيجيب فوز، كل دوت بيساعد على ان المدير الفني يبني اكتر من كده. بالنسبه للمباريات الاختبار الحقيقي بقى اللي هو المفروض التاهل ان شاء الله للامم الافريقيه، في ناس بتشوف الجدول دوت يقول لك على المستوى ما شاء الله على المستوى الهجومي، وباين انه بيلعب بشكل هجومي، بيبقى في مقارنه ساعات يقول لك طب كيروش مثلا على مستوى كيروش كان عدد الاهداف اقل شويه، وبتفرق شخصيه المدير الفني في الانطباع بالنسبه للعيبه. يعني الناس كانت بتقول ان كيروش هو المناسب لامكانيات منتخب مصر ولعيب منتخب مصر، هل انت شايف امكانيات روي فيتوريا تتناسب مع المنتخب المصري، ستايل اللعب بتاعه يكون هجومي بشكل كبير، وعندنا قدره ان احنا نكسب، او يعني المعادله دي هتبقى ناجحه بالنسبه لنا لامم افريقيا؟ سؤال مهم جدا، لان كمان بتكلم لعب 6 مباريات ما اتغلبش ولا مباراه، كسب كل الماتشات، ولكن الناس بتقول لك كمان مين الفرق اللي احنا لعبناها؟ اعتقد منتخب بلجيكا كان المنتخب الابرز وفوزنا عليه 2-1، لكن بتلعب على ملاوي وبتلعب يمكن فرق من المستوى الثاني على المستوى الثاني. هو طبعا اسلوب لعبه هو طبعا مختلف تماما عن كيروش، مختلف تماما عن كوبر مثلا، هو طبعا بيلعب 4-3-3 كره هجوميه بالدرجه الاولى، بيلعب ب 4-3-3 كلاسيكيه، ما بين التحولات، ما بين السويتشات اللي بتحصل ما بين الاثنين في قلب الملعب ما بين الاجنحه، فهو هي كورته هجومية. طبعا ده لو جينا بصينا على المعدل العام لشكل ال6 مباريات عشان نقدر نشوف هل فعلا هي كرة هجومية ولا لا، هنلاقي ان معدل استحواذه تقريبا بيصل لحد تقريبا 56%، ده معدل استحواذ عالي، برضه هنربطه بالتمريرات، هو معدل تمريراته عالي، يعني النهارده بيلعب 4-3-3 عنده القدرة على البيلد اب بشكل كبير، بيعمل الاستحواذ، بيلعب على الاستحواذ. معدل اهدافه طبعا هو جايب 16 هدف بمعدل 2 اكتر من هدفين في المباراه الواحده، طبعا معدل كبير طبعا، يبقى اذا احنا بنتكلم على اسلوب هجومي، هو ما بيلعبش على الهجمات المرتده زي قبل ما كان بيحصل قبل كده مع المنتخب المصري. بنتكلم برضو على معدل العرضيات 11 عرضيه، ده معدل جيد مش منخفض ولا مرتفع ولكن معدل جيد، وده ترجمه برضو للاسلوب الهجومي. لو جينا برضو بصينا على صوره طريقه اللعب اللي لعب بيها خلال مباراه غانيا، هنلاقي زي ما بقول لحضرتك بيلعب ب 4-3-3 حتى بعد ما غير كلاسيك 4-3-3 الكلاسيكيه يعني. ولكن انا عندي تحفظ يمكن على بعض التمركزات لزيزو مثلا او بعض اللعيبه، طبعا دي خلال الشوط الاول الفورميشن بتاع الشوط الاول 4-3-4 4-3-3 بشكل كلاسيك، عندك
راس المثلث مروان عطيه، وعلى يمينه زيزو وعلى شماله محمود حماده، وطبعا الثلاثي المهاجم كان صلاح وتريزيجيه طبعا بعد نزوله مكان عمر مرموش ومصطفى محمد كراس حربة. بالظبط. لو جينا بصينا الصوره اللي بعديها هي اللي تهمني، بعيدا عن الفورميشن او المين فورميشن، نشوف بقى طريقه تمركزهم جوه الملعب. هنلاقي متوسط تمركزهم جوه الملعب، هنلاقي طبعا كان عمر مرموش طبعا هو ما لحقش يلعب عشان يظهر التمركز بتاعه، ولكن هنلاقي برضو ان هو مايل لنص الملعب، ما عندوش الميول الهجوميه. على العكس هنلاقي رقم 7 طبعا تريزيجيه لما نزل هنلاقي ان هو دايما مايل للناحيه الهجوميه، فهو طبعا كان تغييره اكثر من رائعه، طبعا احرز هدف وعمل اسيست. فالنقطه برضو اللي تهمني في متوسط تمركزهم هي نقطه تمركز زيزو. انا اعتقد طبعا انا من وجهه نظري ان انا شايف ان تمركز زيزو هو طبعا مش عاوز يخسر محمد صلاح ومش عاوز يخسر زيزو، ولكن انا شايف ان هو تمركزه خلال نص الملعب بيضعف من قدراته بشكل يعني كبير. انت شايف توظيف زيزو في المركز دوت بتقلل من قدراته الهجوميه وحتى على المستوى الدفاعي، يعني في معدل او في شكل ان هو عايز يكسب الاثنين، يكسب زيزو ويكسب صلاح في نفس الوقت، فده بيأثر على أداء زيزو اللي أعتقد كانت مباراة بالنسبة لهم يعني متوسطة الأداء على المستوى الهجومي والدفاعي. بالظبط. النقطة المهمة في تمركزه فعلا زي ما حضرتك ذكرت النقطة الدفاعية. النهاردة أنا بلعب 4-3-3، لازم على الأقل في 4-3-3 يكون عنده القدرات الدفاعية بجانب القدرات الهجومية، لكن النهاردة زيزو ما عندوش القدرات الدفاعية دي، عشان النهاردة ألعب 4-3-3 وألعب بيه برقم 8 أو بمركز 8، فالموضوع صعب جدا. 8 بوكس تو بوكس، لازم يرجع لغاية يعني لغاية ال 18 بتاعه. زي ما عندك القدرات الهجومية لازم يكون عندك قدرات دفاعية. فلو بصينا ممكن نشوف صورة زيزو برضو داخل المباراة مصر وغينيا، هنلاقي دي موجود دايما في قلب الملعب. طبعا يفضل ان هو يبتدي يتطرف، لان طبعا اي محلل النهارده في مصر عارف ان زيزو خطورته بيكون من على الاطراف، ويبتدي ان هو من الطرف يبتدي يعمل يتدخل لجوه الملعب ويبتدي يشوط، هي دي خطورته اي حد عارف ان زيزو. لكن لو هيبدا المباراه ويبدا يفضل دايما جوه او في قلب الملعب، ده بيقلل كتير من خطورته. نفس الكلام في الصوره اللي بعديها في موقف تاني برضه، هنا زيزو يمكن راجع اكتر ما يكون لمركز 6 كمان. صحيح. هنا النهارده انت مش هتستفيد بقدراته، فده يمكن بيقلل من النواحي الدفاعيه والنواحي الهجوميه في نفس الوقت. حتى كمان زيزو من الناس اللي بتحب تستلم في مساحه واسعه شويه، المساحات الضيقه شويه ممكن تعطله، وبالتالي انت شايف من خلال رؤيتك الفنيه ان زيزو ما كانش مناسب في هذا المركز في خلال المباراه اللي فاتت امام المنتخب الغيني. بالظبط. طب على خلينا نتكلم على مستوى المباراه او بطوله افريقيا اللي جايه. انت شايف هل 4-3-3 هي الانسب للمنتخب، ولا نرجع 4-2-3-1 برضو من رؤيتك الفنيه وتحليلك؟ لان احنا كنا بنلعب في اوقات كثيره 4-2-3-1، ولكن كروش غير الموضوع. شايف روي فيتوريا في بطوله افريقيا ازاي؟ علشان هنقابل مستويات اخرى، يعني مستويات عندنا السنغال والمغرب والجزائر وتونس وصلوا، وعندنا منتخبات كبيره سهل عاج الكاميرون، فكل دوت لازم نستعد ليه بشكل مختلف. يعني زي ما حضرتك تفضلت، هي نقطه الفرق ما بين 4-2-3-1 و 4-3-3 صنع اللعب. النهارده احنا عندك مشكله بالظبط رقم 10. النهارده احنا عندنا مشكله في مصر في مركزين، صنع اللعب وراس الحربه. فالنهارده هو 4-3-3 يعني ميزتها ان انت تقدر تلعب ب 2 10 بالظبط. انا اعتقد ان 4-3-3 هتكون اكثر مناسبه للاجواء اللي موجوده وبالنسبه لامكانيات اللعيبه، وفي الاخر دي رؤيه فنيه لفيتوريا، بحيث ان هو عنده قدره على قرايه اللعيبه، عنده قدره على ان هو يقدر يوظف اللعيبه في اماكنها. فانا من وجهه نظري شايف ان 4-3-3 لا هتبقى اكثر مناسبه للنقطه دي، بحيث النهارده المعدودين قوي مركز 10 في مصر، لو لعيب النهارده ما كانش في الفورمه او كان حصل له اي اصابه هتضطر زي ما كان بيحصل كده مع الاهلي، مجرد ما كان قفشه بيحصل اي اصابه بتضطر ان انت تلعب 4-3-3 دفاعيه بالكامل على كلهم على لاين واحد. فانا اعتقد ان 4-3-3 هتكون اكثر مناسبه، بحيث ان هو بس هي النقطه اللي مستوقفاني حته زيزو. زيزو النهارده ما يلعبش في قلب الملعب، عشان انت من رايك ان زيزو هو يعني البديل الافضل لمحمد صلاح؟ يعني بالظبط هو يعني البديل، ولكن مش في نص الملعب. بالظبط بالظبط. طب اخر سؤال قبل ما ننهي معاك يا احمد، رؤيتك كمان لمتوسط الاعمار لمنتخب مصر. هو استدعى ست لاعبين في المعسكر اللي فات، يعني بيكمل بيهم المعسكر، وواضح ان ليه رؤيه مستقبليه لموضوع ان هو بيقلل الاعمار السنيه. شايف ده ازاي، وشايف اهميته ايه للكره المصريه خلال الفتره الجايه؟ ده مهم جدا، بحيث ان انت النهارده بتدي ثقه
للناشئين اللي بتدي ثقه ان هم يكونوا عندهم عندك الخط او البديل، عندك البديل في اي لحظه يدخل. بس عايزين نشوف الكلام ده على ارض الواقع، يعني عايزين نشوف ان المره الجايه عندنا مثلا مباراه وديه مع السودان نشوف حد منهم ينزل، يبتدي ينزل بحيث ان احنا تدي له ثقه، مش مجرد انت بتضمه للمنتخب، مش مجرد انت بتدي له تدريبات مع المنتخب معايشه زي ما بنقول، ولكن عايزين نشوف ده على ارض الواقع. هو مش هيخسر حاجه اظن ان هو لو بدا يدي ادوار في المباراه الوديه. هو ادى كمان راحه لبعض اللعيبه يعني على راسهم محمد صلاح، بعض اللعيبه محمد عبد المنعم والشناوي بعض، فممكن جدا نشوف عناصر من المنتخب الاولمبي موجوده في مباريات الوديه للمنتخب الاول استعدادا طبعا لضمهم في الفتره اللي جايه. ويظل برضو الاختبار الحقيقي ليه بطوله الامم الافريقيه. بالظبط. دكتور احمد بنشكرك شكرا جزيلا، يعني نورتنا وشرفتنا ودايما متالق. بس دايما يا كابتن طبعا بتواجد مع حضرتك طبعا. حبيبي شكرا ليك. هنروح لفاصل سريع ونرجع تاني نكمل حلقتنا مع نجومنا الكبار الكابتن عمرو الحديدي وكابتن احمد بلال.